عمليا التمرير العرضية الجاية كريم بنزيما، الله على روعة التسجيل. خمسة دقائق والهدف الأول. أنطوان غريزمان. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الآخر المنافس استخلص الكرة. لدينا ركنية جديدة. كريم بنزيما. الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، يقول له ما نحبش نلعب خذ الكرة. أدريانو. كرة أوت، ستلعب من تماس. لوكا مودريتش. توني كروس. كريم بنزيما. إنيستا. ستة أمتار بعد كرة خرجت. سيسك فابريغاس. كريم بنزيما يحط الكرة براسه، هذه هي اللحظة اللي استنيناها، جول. فنشاهد هذا الهدف من زاوية أخرى. شوطة على المرمى. أنطوان غريزمان. ينجح اللاعب في حفاظه على الكرة، ممكن جدا يتقدم الهجوم. شوف الانطلاق، كريم بنزيما ممكن يسجلها، نعم إليه. مجريات اللعبة أصبحت سهلة للتوقع للأمانة بهذا الفارق. داني ألفيش. خطأ واضح، ربما هنا مخالف. إنيستا. وين روني. إنيستا. كريم بنزيما. أدريانو. إنيستا. توني كروس. داني ألفيش. تمريرة ضعيفة برشا، وبالتالي الكرة في حوزة الفريق الخصم. ألف
الفرصة السانحة لتنفيذ التمريرة العرضية. يتسابقون يتلاحقون لتقديم الدعم. كرة سهلة للحارس. كرة ستعود للملعب من التماس. ديو ألكون. دفاع يفشل في إيقاف الهجوم. كريم بنزيما. إنيستا. لقد ذهب من هذا المكان يجرب حظه بتسديدة قوية. أي فرصة من هذه الزاوية. كورة يبعدها الحارس. أدريانو. إنيستا. توني كروس. سيس فابريكاس. وين روني. أدريانو. تسديدة على المرمى. هدف رائع. لنلقي نظرة أخرى على الهدف. كريم بنزيما. أدريانو. وين روني. إنيستا. أسبيليكويتا. كرة ذي على الجميع ويتمكن منها الحارس بكامل الرحمة. أدريانو. الحكم يعلن نهاية. الحكم يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني. أسبيليكويتا. داني ألفيش. كأنهم يقدمون الكرة هدية للفريق الخصم. كرة باتجاه بنزيما. إنيستا. نزاع حقيقي على الكرة. حقيقة ملاحظة. الفريق يخسر بسهولة كورته. شوفوا هنا التسلل الموجود كان صحيح. إنيستا. كرة ثنائية سلم مستلم. توقيت جيد لاعتراض الكرة للمساعدة في تخفيف الضغط. كوليمان. سيس فابريكاس. ديو ألكون. عرضية لروني. كيف سيتصرف الحكم؟ هناك تدخل قوي. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي. عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. ديو ألكون. فرصة التمرير موجودة. أنطوان غريزمان. سيس فابريكاس. داني ألفيش.
ادريانو، توني كروس، فرصة رائعة، محاولة تسديدة قوية. شوف الحارس ايش يعمل، شوف الحارس كيف يوقف الكرة. مش معقول، مش معقول في سيناريو مجنون. كرة برا الخط ستعود على التماس. توني كروس، أنطوان غريزمان، فانسون كومباني، وين روني. هذه لقطة موقتة مش ممكن تضيع، محاولة التسديد. هنا اللاعب ملقى على أرضية الميدان حذاري من التمزق العضلي. داني ألفيش، توني كروس، سيسك فابريغاس، من كرة ثابتة ربما يسجلونها. كرة ممتازة على الخط، أنا ديما نقولها خرجها من كرش الحوت. المدافع قام بعمل كبير في هذه الكرة. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. في وسط الميدان وحده ولا لاعب في مواجهته. أدريانو، تماس آخر يتنفذ الآن. كريم بنزيما، سليمان، ديو ألكوت، تحكم ممتاز في الكرة. وين روني، سيسك فابريغاس، توني كروس، كرة باتجاه بنزيما، سليمان، وين روني، وتأتي صافرة حكم المباراة لإطلاق النقاط.